بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. أرحب بك شيخنا مجددا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. تحياتي لكم مشاهدينا أينما كنتم، ونحن في خواتيم هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم الذي قضاه كثير من الأحباب والمتابعين في التلاوة والذكر والقراءة والصيام والقيام، تقبله الله منا ومنكم وتقبل منا صالح الأعمال. نحن في خواتيم هذا الشهر مقبلون أيضا على شهر شوال، كيف نستفيد من هذه الأيام المباركات ومن هذا الموسم الكبير لاستقبال أيضا موسم من مواسم الطاعات في شهر شوال؟ أهلا بك يا شيخنا، في بداية هذه الحلقة نحاول نتحدث عن الروح التي أخذناها في هذا الشهر ننتقل بها إلى شهر شوال. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا في شهر رمضان كسبنا أخلاق حميدة، منها الإقبال على تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار والحرص على صلاة الجماعة وترك كثير من المحرمات واللغو والحاجات الفارغة دي. يبقى دي كسبناها شحنة نورانية، يبقى المطلوبة الشحنة النارية دي نخليها تستمر تستمر بعد العيد. حتى ولما جبنا كنا بنقرأ جزء كامل، حتى لو قرينا نص جزء ما خير من نخليه وخير من نتركه. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. العمل القليل المستمر أكثر من الكثير المنقطع. والعمل القليل المستمر لو حصل للزول ظروف مرض أو سفر، ربنا يكتب له سواب كأنه سواه كأنه تعود. يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني زور كان عنده صلاة ركعات بيصلى بالليل، عنده أذكار بيقولها، عنده جزء بيقرأ، مرض ملاريا ما قدر يقرأ الجزء بتاعه، ربنا يكتب له كأنه قرأ. سافر والسفر فيه مشقة، برضه ربنا يكتب له العمل بيسويه. ده فائدة الاستمرار في العمل. طيب كيف نقاوم نحن يعني المسألة دي ونحافظ عليها بعد رمضان؟ ايوه دي طبعا الزول في الحل، الزول اللي استفاد من رمضان بيستمر. اما تضيع نفسه في كشتين او الطاولة والضمنة والنوم ده ما بيكون استفاد، لأن وين شحنة نورانية؟ شحنة نورانية ما زي العربية تعبي بطارية تدور تمشي. يبقى ده ضيع الفرصة، يبقى نايم. نحن نسأل الله ربنا يتقبل إن شاء الله من الجميع. طيب نحن شهر شوال طبعا داخلين على شهر شوال، وهو الشهر فيه هو العيد طبعا، كيف نستقبل هذا الشهر؟ شهر شوال نحن نتقبل في أول حي يوم العيد بالذات، أول يوم في عيد رمضان، عيد الأضحى الفطر المبارك، إنه نمشي نحرص على صلاة العيد. بعد ما نجي من صلاة العيد نسلم ونزور جيراننا وأرحامنا وقرايبنا، خاصة الناس العجزة في المستشفيات وفي البيوت نزورهم، ونزل عندنا قدرة مالية نساعدهم وحاجات كده نقدم لهم هدايا أو نطلب العفو منهم مننا وكده. دي يوم العيد يعني نفرح وليداتنا برضه، يمشي الحدائق والبساتين كده تفرح وكده، لكن نحذرهم ما يمشي للبحر. اليومين البحر طبعا فيه السمك البردة دي في تيار كهرباء، سبحان الله أدخن عوام السمك دي لما مساكته تطق طهرابك يقع يرب في البحر يغرق، سبحان الله قدرة عجيب. طيب نحن دلينا الأعمال الشرعية اللي نأخذها معانا نحن في التحضير أو التجهيز لأنه نستعد للعيد. أيوة نستعد للعيد، طبعا نحن تكلمنا عنه كثير، لكن ما بطال نحن اليومين دي نكتر من الاستقبار ونكتر من ذكر العيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الزول بكتر من الذكر ده رب يحتق من النار، والزول بيحتق من النار جهنم، ده ما سعد السعادة لما بعد شقاوة. يبقى نحن السنة نختم أيام رمضان ده بكثرة ذكر العيد. صباحة العيد نفرح، نمشي نصلي العيد، نعيد على أهلنا وجيراننا وأصحابنا ونفرح فرح شكر لنعمة الله. وكمان نصوم السدود، لأن جعان أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر.
يعني صوم رمضان 30 يوم وشوال 6 يوم، 6 زائد 30 بقت كم؟ 36 نضرب في 10 بقى كم؟ 360 عاد ايام السنه كم؟ 360 كان صوم السنه كلها. طيب نرجع للموضوع الثاني، دارين نشوف نحن كمان معك يا شيخنا كيف نودع هذا الشهر الفضيل بعد الموسم السمح ده. بالتأكيد الناس حيحزنوا حزن شديد على هذا الموسم الكبير اللي فاتنا، وإن شاء الله نكون من الكسبانين ومن المعتوقين في هذا الشهر الكريم. معنا أول مكالمة، أحمد من عبارة. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا مرحبا، كيف تمام؟ الله يفتح عليك. أنا طبعا في بداية رمضان كنت زي 16 يوم، فالمهم كانت عيبتة، كان عندي حصائل من مدري، فالمهم فطرت الأعمات الأخيرة دي. أيوة. فعايز أعرف القيمة بتاعت رقم من مولانا إن شاء الله، وجزاكم الله خير. نعم، أنت فطرت بسبب شنو؟ الحصوة؟ نعم، هاي حصوة في كلى. حصاوي عندك دائما معناها يعني؟ نعم، هاي كان قبل رمضان بشهرين. الآن فاطر. أيوة، أنا كنت 16 يوم. أيوة، كويس، إن شاء الله تسمع الإجابة. أحمد بن عطبرة بيقول إنه هو صام في البداية يعني، لكن تعب عنده حصوة، الآن حصوة فاطر، عنده رخصة يفطر، يطلع الفدية، يطعم 30 مسكين، كل مسكين ندى 35 جنيه، هاي ما يداها لنفر واحد، نزع له 30 مسكين، البيت داك فيه كم؟ 7، يضرب 7 في 35 يديون حق. وصام بعض الأيام، لكن صام تقريبا خلاص الأيام الصام لو بيقدر يواصل ما تعب. هل التعب ده تعب شديد ما بيقدر يواصل ثاني الصيام ولا مؤقت؟ لو قال ما قدر وفطر خلاص يعني، صام زي 16 يوم تقريبا. 16 يوم معناته قطع شوط كبير. ايوه خلاص انت اسع فاطر. والعيد قرب، بعد العيد جرب قضي ال 16 من 30 ل 14 يوم. جرب تصوم ال 14 يوم دي. جربت اول يوم صمت تعبت افطر، ثاني اليوم الثاني جرب تعبت تعب شديد افطر، ثاني اليوم الثالث صديق خلاص انت اصبحت من اصحاب العذار المزمن تطعم، لكن اللي قد صمت اول يوم تعبت ما التعب الشديد واصل كمل طاهر يوم دي، لان اخونا زول المريض مرض مؤقت يقضي، ان ما بيقضي دم منه اللي عنده مرض مزمن ممنوع الصيام للابد. أيوة. ده بيطعم. نعم نعم، يعني احمد انت الان ما تفكر في الفديه الا بعد ما تجرب، مش كده يا شيخ؟ ايوه نعم. أيوة. جرب ثاني، حاول ان شاء الله الصوم، لو تعبت بعد ذاك انت ممكن تمشي الطبيب وبعد ذاك يحدد لك انك انت تصوم ولا ما تصوم. شكرا لك يا شيخنا. طيب عندنا سؤال خارج الموضوع، بيقول لو ما قدر لسجود التلاوه، نحن دعنا نشوف سجود التلاوه ونتكلم عنه بشيء من التفصيل، لانه فعلا مرات بيجي في وقت ممنوع فيه صلاه النفل. يعني سجود التلاوه سنه، وانت ماسك المصحف تقرا جايه سوره فيها سجده، خدت المصحف ما تخده الواقع، خدته في طريبيزة، خدته في مكان ما عنده طريشيط، لقيتك عمة تخدته، خدته فوق العمة تسجد بين الاثنين الأربعة دي، الله أكبر، سجدة واحدة بين تكبيرتين في دعاء كده الحفظ تدعوه، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ده دعاء انت سجد تقول رفعتها ما فيها سلام، خلاص تمسك مصحب تقرا. أهدي إذا ما وقتها كراها، لكن لو كنت بتقرب بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح في الوقت ده ممنوع السجود صلاة النفل. هو الحل بدل ما تسجد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغنيك. نعم. بعدين ثاني حاجة، الإمام برضو يراعي حالة المصلين، يوم الجمعة ما يقرأ سورة فيها سجدة. أيوه. لو قرأ سورة فيها سجدة ما يسجد، لأنه سجد لنا بر الجامع جوا الجامع يلخبط الناس. أيوه. يتركها. أما في الأوقات الثانية برضو إذا كان الناس في صلاة العشاء الجامع ضيق بيصلوا بره وحدين جوا وقرأ سجدة التلاوة برضو ما يقراها، عشان لو قال الله أكبر ناس البر يقولوا ده ركوع، وناس جوا هو سجدة التلاوة يلخبط الناس. نعم نعم. أي. نعم، شكرا جزيلا. معنا مصطفى برضو عبر الهاتف. مرحب يا مصطفى. السلام ورحمة الله. يا مرحب عليكم السلام. نعم، انتم بخير. وانت بخير ان شاء الله يا مصطفى، تفضل. بسأل من زكاة الفطر، هل يجوز اخراجها دقيق؟ هل يجوز اخراج شنو؟ من الدقيق، يعني من الدقيق. دقيق؟ ايوه. وكم المقدار؟ ايوه كويس. ثاني في سؤال يا مصطفى؟ ما شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا.
مصطفى بيسأل قال هل يجوز إخراج زكاة الفطر دقيق يعني. إذا كان دقيق أنفع للمسكين يطلع طيب الدقيق دي يقدره كيف طبعا في الدقيق المعبدة ما يودي دقيق سايب ساكت كده يكون نظيف ما كده داري يودي دقيق يشتري الكاس بتاع الدقيق دي الكيس طبعا فيه كيس واحد بيفطر الكيس بكم تقريبا الكيس تقريبا حدود 45 45 خلاص يشتري كيسين كل مشكلة يدي كيسين لأنه ما بيتقسم نقول كيسة ونص ما بيقدر ينقسم أصل داري الكيس ما فيه كيلو فيه كيلو فيه كيلو الكيلو ونحن دارين تأتمنوا كم عشان نشوف تأتمنوا 45 جنيه تقريبا أو 50 في 45 جنيه معناته الكيس الدقيقة كفي في المطلع يطلع زكاة فطر ولا الفدية فدية خلاص الكيس يقضي لأن الكيس على 35 دي مع اليوم الواحد والكيس ده تمن 45 يعني في زيادة من لمصلحة المسكين طيب لو بقى زكاة فطر زكاة فطر اللي طلع كيسين اللي طلع كيسين هاي كيس واحد كيس ونص وانا كيسين طيب في ناس أنا شايفهم بيشددوا يا شيخنا على إنه زكاة الفطر دي تكون يعني ما تكون قروش هاي لازم ده طبعا نتشدد منهم يطلعها طبعا هي طلع الرسول عليه الصلاة والسلام قال أدوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير هم يقولون نطلعوا قروش طلع قمح طيب ما نطلعوا قروش قالوا لا لازم نطلع قمح طيب نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام الشوكاني قال قدر ما فتشته في الكتب ما وجدت حديث من النبي إن زكاة الفطرة تستخرج بر اللي هو القمح قال ما في الرسول حددها صاع من تمر وصاع من شعير خلاص نقول لك طلع تمر تمر قال لي أنا دارت الدين زكاة الفطر زكاة الفطرة بتعقدك تمر الناس اجتهدوا طبعا بدل ما تقول تشدد عليه نفسك الحكمة نشدد عليك هاي الرسول قال صاع من تمر وصاع من شعير يبقى الربع بتاع التمر يكفي ثلاث تنفار والربع ب 600 جنيه 600 جنيه هنكسب على الثلاثة فيها الكام فيها 200 جنيه يبقى معناته حتى أغرم بعد ما بدل ما تطلع 60 حتطلع 200 أزول ما يشدد في الحياة دي اجتهاد الرسول قال طلعوها صاع من تمر أو صاع من شعير أصلا قدر تتمسك بالسنة جد طلع تمر أو شعير لكن نحن الأنفع للمسكين العلم قال تستخرج من قالب قوتها للبلد قالب قوتها للبلد الناس المدن بأكلوا قمح رغيف طلعوا عمل القمح بأكلوا دخن طلعوا دخن بأكلوا ذرة ذرة تمنس الشمالي ممكن يطلعوا تمر ده كله جائز صاع من تمر أو صاع من شاي يعني طيب أخونا مصطفى داسة ممكن يمشي يشتري له ربع يمشي يدقه بدل ما يعمل ضرب ويدقق ويطلع القروش وخلاص يريح نفسه طلع القيمه وخلاص القيمه انفع للمسكين افرض ان نضرب لنا مثال انا زكاة الفطر بتاعتي كيلتين عيش الكيلتين عيش الكيله ب 120 بقت كم 240 ال 240 دي لو قلت اديت الزول كيلتين عيش وانا مشتري ب 240 هما بياكل قمح حيشيل بالاشاك الركشه يودي اللي بتاع الطاحون بتاع الطاحون عندي كيلتين عيش تشتري مني قال بديك 200 جنيه خسروا اي خسروا كل 40 جنيه بتاع الركشه ماشي وجاي بكم ب 40 جنيه يبقى 80 جنيه فقدها زايد المشوار وعطل شغله وشال العيش ماشي ليه نشدد في المواضيع دي اخوان نديه قروش وبعد قروش وخلاص ويتصرف هو بس هاي وهسا ما جرد عليه العمل ما جرى عليه في السودان 90% ناس السودان طلعوا قروش ما انا خالف نعم تشد الحاجات دي ما داعي لها نعم طيب اظن في سؤال ثاني عبد المنعم معانا على الهواء يا مرحبا عبد المنعم يا مرحب سيد عبد المنعم معنا على الهواء عبد المنعم السلام عليكم السلام يا مرحب انا عندي شيك ب 100 مليون شيك ب 100 مليون ايوه اها اديته صاحب الدكان ايوه ومسك الشيك وبقى على هذه التشكاش اديني منه 150 10 كده لحد نهاية القروش ما تقلق لحد ما يكمل لك القروش كلها يعني ال 100 مليون ولا بشيل منك فايده؟ لا شاري الدنيا ذات ال 100 مليون لا ما في فايده عبد المنعم ولا انت اداك شيك ب 100 رجع لك كم؟ هو بشيل منه رجع لي 100 مليون ذات خلصك لا كلها ولا لسه ما خلصت قروش؟ لا يخلصني لا كلها هذه حرمة في الحتة دي خلصك لاك تامة يعني 100 ألف
ايوه ما اظن في مشكله. يعني سلفت هاي ما بيحتاج. لا لا، هو اظن عنده شيك، وبحكم انه التاجر ما عنده قروش دي كاش جاهزه، بيقوم كل يوم بدي حاجه خمسه. بيع بيع ولا لا لا ساكت. بيع خدمه. خدمه خدمه في اخر. يعني هو بس لكن ادى له يعني شنو مغطى، يعني ما طوالي كلها خلاص، ما دام سلفه ما فيها شيء. لكن لو بيع ما بينفع. لان بيع هو خدم اكثر من انه سلف، هو خدمه. يعني انا عندي شيك، اي ما نحن نحددها بالواضح كده. اذا كان المعامله حقته دي سلفه، سلفه ومية جايشة، لا 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 اداه قروش كاش واخذ منه مية عشان يضمن قروش محفوظه سلفه، معليش. لكن بيع ما بينفع. لان بيع قروش شيك بكاش ما بينفع، لان لو تبيع القروش يدا بيدي. قبضني قبضك. ايوه أيوة. وما اظن ما اظن في فايده. هو بس زي مثلا زول يكون عنده شيك، انا عندي شيك مثلا ادتني جهه شيك ب 10,000 بتاع دكان جنبي، قلت له يا اخي اديني 10. قال لي يا 10 ما في جاهزه، لكن بديك 2 بكره 3 كذا لحد ما اكمل لك، ما اظن فيها مشكله. معناته بيع ده. ها؟ معناته بيع. ده بيع ده يعتبر. طبعا بيع ما تبي شيف مالك انت. انا ما ادي شكل ليه. انا داير قروش، داير كاش. انا داير قروش كاش خلاص يا اخي، انا محتاج له قروش كاش. الا اديني اديك شيك ب 100 تديني 100، حتى 100 كمان ما ينفع الشيك ده. بيع القروش يا اخوانا لابد يكون يدا بيدي. قبضني قبضك. سلفني 100 جنيه كاش، انا ارجع لك 100 جنيه كاش بس، لا شيك لا دي. ما دام تتسق فوقي. انا محتاج يا اخي 100 جنيه كاش. وما عندي هنا مضطر. اسلفني 100 جنيه كاش، رجع لك 100 جنيه كاش، دي حلال. تمام، ما فيها 2 3 سلفه قرض مطلق. اما كون اقوم ادي شيك معناته بحت، لكن بدا يزوق من قصه دلوقتي. لا ما في فايده. أي. بدون فايده ما برضه ما في يدا بيدي. انت اديتني شيك مقابل شنو؟ انا انت في الدكان بيجيك الكاش، في الدكان انت تاجر عندك كاش. انا زول مغلوب على امري عندي شيك. سامع يا اخي يا مولانا، اديك الشيك ده خدته عندك دخله في حسابك، ما انت بتصبر. انا ما بصبر، انا داير كاش الان. معناته بحته. ها؟ معناته لا ساكت، بدل تبديل. بدل لازم قروش قصاد قروش. اها، وفي برضه حيله لك للربا. ها؟ حيله. لانه ده ما فيه فايده، انت بتديني لين كاملات. ما خلاص كاملات. يا اخي انت ما دام تثق فيه لا بديك شيك ولا شيء. سلفني 100 مليون جنيه كاش فيك حيرتي، برجع لك 100 مليون، ما في داعي للشيك ده. الشيك ده لزوم ما دام بتثق فوق. معناته انه ما دام اديتني شيك معناته تبحته. بس بطريق اللفه خدت الشيك ده عندك واديني 100 جنيه. ايوه بس كذا ده ما ينفع. الله يدعي وجهك. ينفع القرش يا اخوانا، لازم يدا بيد. دي مشكله مع ازمه السيولو يا شيخنا. اغلب الناس بيعملوا كذا الان، حتى في المؤسسات حتى كمان. مش كذا بس. يقول لك انا بديك شيء ب 100 مليون تديني 90 جنيه. هذا برضه ربا، ده ربا واضح. لكن ذاك ربا باللفه. ايوه ده عوده كبيره والله يا شيخنا. معناه الموضوع ده كده شكله صعب شديد. ها صعوبه شديده. طيب اخونا بيسال خارج موضوع الحلقه عن قال في التليفون، طبعا في برامج كده بنزلوها للاذان. ايوه في التليفون الواحد بالشبكه الانترنت بيظبط برنامج معين بيكون فيه الاذان حسب التوقيت، حسب التوقيت المحلي بتاع البلد. اي حق الخرطوم مثلا. ايوه لكن مرات اذان الحله بيتاخر شويه. ايوه يعني اذان الحله بيتاخر دقيقتين ثلاث دقائق. عن انا اعتمد على التليفون ولا اعتمد على ما دام الشيء ده جاي من جهه معتمده ودارس الموضوع ده تعتمده. يكون اسد علينا المأذن قد يكون يتاخر، قد يكون كذا. ايوه يعني ما فيها. خدتنا بدقه عشان ما ذول ينتقدون ولا شيء. والله يا اخي فعلا دي المفروض الناس يركزوا فيها فعلا. انا لاحظت الليل بالذات صلاه الصبح، يعني نحن الاذان اللي جنبنا مأذن بدري. أيوة. نحن الاذان اول اقامه باقي لها 5 دقائق، حتى في اذن قال صلاته خير من النوم. ما بتكون اخذت نوم. اخذت. طيب المفروض في الحاله دي ما ياذن صح يا شيخنا؟ لا ياذن لاقامه شعيره الاذان. طيب ما في ناس بيعتمدوا عليه. انت انت ما تعتمد على اذان جامعه. لابد انت من اول يوم واحد رمضان. تعرف الشمس تدخل الساعه كم والفجر يطلع الساعه كم من واحد رمضان ل 30 رمضان. ده الزول البي ده يؤدي الامانه. يعني انا ما اعتمد على الاذان بتاع الحله ده. اي لا. انا كررت الكلام ده كثير. أيوة. داير تأدي الأمانة الصيام بالكامل. من واحد رمضان تنقل الجدول الشمس تدخل الساعة كم من يوم واحد رمضان ل 30 رمضان. الفجر من يوم احمد رمضان ل 30 رمضان الفجر يطلع الساعة كم؟ ما فكرت في جيبك. كل مرة تطلع تعالي صحيت من يوم لقيت نفسك عشطان. هلا الفجر طلع لسه ما طلع 10. الفجر طلع تو. دي الطريقة الصحية. يعني انت استعد ما لاحظ الكلام ده. ايوه جاتنا أسئلة كثيرة جدا. كثيرة جدا. انا صحيت من النوم شربتها بعد لقيت الناس يغيموا في صلاة الصبح. دي العودة هنا. نزول مهتمين بالصيام. ابدا ابدا. جزاك الله خير. عندنا تليفون سريع كده. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برنامج كتابي.
معانا من انت؟ معك ابو محمد رفاعة. ابو محمد من رفاعة مرحبا بك. اديك سؤالين. اتفضل. هاي سؤالك شنو سريع؟ السؤال الاول ايهما افضل؟ الغض ام السد في الصلاة؟ الغض ام السد؟ ايهما افضل شنو؟ الغض ام السد في الصلاة؟ القبض ام السد؟ ايوه. ايوه. السؤال الثاني هل الجنين في بطن امه هل يجوز استخراج له زكاة فطر؟ ما سمعتك تاني قول الكلام ده. الجنين في بطن امه الجنين. ها؟ الجنين ايوه. الجنين عليه عليه زكاة فطر. ايوه كويس. شكرا. شكرا يا ابو محمد من رفاعة. نحاول نجاوب عليهم سريع. قال ايهما افضل القبض ام السدل في الصلاة؟ القبض طبعا لان الرسول قبض وكبرت كبرت الاحرام وضع على الكف اليمين فوق كف الشمال فوق الصدر. السدل زي ورايه واحده في مذهب الامام مالك. لكن معظم تلاميذ الامام مالك بالقبض والمذاهب الثلاثه الثانيين بالقبض. القبض اولى. نعم سنعود الى نعم نعود لسؤال اخونا ابو محمد من رفاعة بعد الفاصل. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل الدكتور محمد احمد حسن. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه وفي هذا الجزء من هذا البرنامج برنامج فتاوى. حقيقه كنا نتكلم مع الشيخ تحت الهواء عن بعض التفاصيل المتعلقه ب كيف الناس يعني اختلفوا في مساله السدل والقبض وفيها اشكال والوان. حقيقه في ناس متشددين جدا جدا في طريقه القبض، في ناس يشدوا اليد كذا يا شيخنا ويرفعها شديد مرات لما الواحد يضايقك يعني باليد يعني. نحن كده نشرح للناس المساله دي. وطبعا القبض في الصلاه مندوب يعني سنه خفيفه. الزول سدل صلاته صحيح، قبل الصلاه صحيح مندوب. والرسول عليه الصلاه والسلام كبر في الحديث الصحيح كبر تكبيره الاحرام وضع كف اليمين فوق كف الشمال فوق السره تحت الصدر. فوق السره. أيوة. تحت الصدر مع الحجاب الحاجز. ايوه كده. عندنا فقه الشافعيه برضه قبل القبض لكن تميل شوي على القلب. المالكيه يعني. كده بعض الناس ابو حنيفه تنزل شوي كده. ايوه لكن الورده في الحديث اللي بين السره والصدر. ايوه فوق السره تحت الصدر ده القبض الصحيح. دي تخلي الزول ايدينه ما يتحكحك كتير. ايوه لكن معاك تلقى في زول يفك ايدينه ده يتحكحك وثاني يقود وثاني يدعك وثاني يقود وثاني يدعك وثاني. دي الحركات الكثيره اللي تبطل الصلاه. في ناس تخشبوا في الحكايه دي يا شيخ. تخشبوا فيها التشدد ده. بس شنو حركات الكثيره اللي بيقول العمل الكثير سهوا او عمدا يبطل الصلاه. وجاء في عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. في ناس بيسرع الصلاة ينقض النقد نقد. وفي ناس بيتحكحكوا كثير. زين من الخيوط. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. زين بعد ما كبر تكبيرة الإحرام كمان يرفع اليدين كده واحدين كمان يعمل لك كده. لا تكبيرة الإحرام إنك دي إظهار الاستسلام والخضوع لله. فتجي في اليدين دي الوقفات دغري مقبلات للقبلة وتدنقل راسك اليوم كان وضع جبهتك في الوطاء. طلع تكبيرة الإحرام من جوه قلبك تفخمها تعظمها الله أكبر. بعد ذاك تاخذ تكف اليمين فوق الشمال ونظر كوين في مكان وضع الجبهه في الواطة وتقرب بخشوع ما تتلف جاي وتتلف جاي. ايديك ديل ثاني ما تفكين ما تضحك حك. تجيب دخل واد وتنادي في ملك الملوك اياك نعبد واياك نستعين خاشع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا سلام. هذه الصلاه الصحيحه. اما ذول بتحكحك كثير الحكحك الكثير هذه تبطل الصلاه. في استحضار. يقول لي في الرسول قال اسكنوا في الصلاه. سكون معناه تثبيت تقدر ما تفكين ثاني الا لما تجي للركوع. طيب انا لاحظت في الصلاه كان واحد مسبوق حقيقه. الامام ركع هو يجاري ما حصل مهم ركع يعني في اي مكان في المسجد ورا المسجد. ايوه. والصف لسه بعيد منه. بعد ذاك بعد ما لحق ادرك الركوع جا ماشي. أيوة. عشان يجي للصف. دي فعل زول في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. واحد ده لقى الرسول راكع من باب خشم الجامع امل انه يكبر تكبيره الاحرام الله اكبر ومشى
راكع راكع لقد ما دخل في الصف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة قال ليه زادك الله حرصا ولا تعد لمثلها. يعني أنت حريص عشان تلحق الركعة زادك الله حرصا لكن ما تعمل حركية تاني. تاني تعال لقيت الإمام راكع تعال عليه مهلك تقف في الصف وتعمل النية ترفع يديك تبرت الإحرام اللي جنب رايح وده راكع توقف بدي الله أكبر بيسرك ما تعلي عشان واحد وقفتك الداية تكبرت اليوم يروح راكع عيت الله أكبر بعدك تركع. لقيت الإمام راكع عند المذاهب الأربعة أدركت الركعة. أنت الإمام أنت الماشي واليوم طالع وخلو فاتتك الركعة دي بعد سلام اليوم أنت تتم صلاتك لكن ذول يجي جاري 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 طول الله أكبر في الحالة دي صلاته بطلت. لأن من فريضة الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها لابد تأتي من تكبيرة الإحرام من قيام. لو أنت جيت جاري قلت الله أكبر معناته أتيت أنت راكع لازم تأتي من قيام الله أكبر تخلصه بعدك الله أكبر حقة الروح حصلت اللي ما بتحسب لك الركعة ما حصلت بعد السلام دي صلاتك صحيح. طيب فيما يتعلق بالسدل يا شيخنا لو الإمام هو سادل وأنا مأموم أأتم بيه هنا ما لك دعوة أنت عليه تسدل تقبض بس أنا أعمل عليه الصلاة تعمل تقبض أيوة. طيب مسألة أنه الإمام ليتم به دي وين ده تتم في الركوع والسجود وإذا إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعه وإذا سجد فسجده وإذا رفع فرفعه ما تسبق الإمام ولا تساوي ولا تتأخر عنه. أيوة. يعني في بعض الناس كمان يقول الإمام تم السجود سمح جاب التثنيات وجب عليه حلو تلقى لسه ساجد. لا أنت تصلي براءة طول السجود زي ما داير لكن أصبحت مقيد بالإمام إنما جعل الإمام ليتم به. الإمام ركع تركع بعده رفع ترفع بعده سجد تسجد بعده لا تساوي لا تسبق ولا تتأخر عنه. نعم. الصلاة صحيح. جدا علم. طيب ناخذ معنا عثمان من أسلي. مرحبا يا عثمان. يبدو فقدنا عثمان معلش يمكن يرجع لنا ثاني. طيب نحن حقيقه في شيء مهم جدا يا شيخنا نتكلم عنه ونحن ماشيين على العيد اللي هو الحسد. الله الحكايه دي يعني تشوف لك زول بخيرات يعني ما شاء الله النعم تظهر في موسم العيد ده. الناس بيسهروا ما شاء الله بيلبسوا سمح بيكون مصاريفهم زايده بيكون راكبين عربات سمحه بيكون بيتهم جيه بتكون في المظاهر جميلة لكن في قلوب مريضة. مريض صح. كيف القلوب ده الحسد ده من أخطر أمراض القلوب. إيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. والحسد معناته تمني زوال النعمة عن الغير. الزول ده ربنا اداه نعمة مال لابس سمح وراكب سمح وبيته ما شاء الله سمح ألا الدل دمنه مش ربنا. نعم. كأنه الحاسد ده يقول يا رب أنت غلطان سحر الله العظيم هاي معناته حسد معناته ما يستاهل وربنا الدية تتعترض عليك على ربنا هاي ده لا المطلوب أن الحسد ده من أخطر مرض اللي بيضيع حسنات الزور. شوف إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب. معنى الحسد ده يوم الغيب ما عنده حسنات حسنات كلها مضيعة بالحسد. كيف؟ أي ما بيحسد الناس. المطلوب أن الحسد ده شوف تليك أخوك المسلم لابس سمح راكب سمح هيئة سمحة ربنا يرزق ولدات رزق مال تقول ما شاء الله تبارك الله مشيت تعيد على أخوك المسلم في بيته شفت ما شاء الله الموبايلات بيجاي الكراسي الفخمة تقعد تغطس فيها بيجاي موبايلات سمحة بيجاي تقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تطلب نطلب. نعم نعم. طيب حنرجع لموضوع ثاني معانا محمد من الدندير. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال إن شاء الله تمام؟ الحمد لله بخير وعافية. تفضل يا محمد. الله يسلمك. تفضل يا أخي. بجرب أول 696 ما يصير. صوتك بعيد يا محمد. قلت لك 696 يصير يا أخي. نعم. أهلا التحية للشيخ وصل. طيب لأنه الشيخ ما سامعك فعلا يعني. بيسلم عليك يا شيخنا. الله يبارك فيك. تفضل. يا أخي بجرب الشيخ لو مثلا الزول مريض بالسكر. لو الزول شنو؟ مريض بالسكر. مريض بالسكر. مريض بالسكر. طبعا يعني معروف مرض السكر ما يشاور والدي بعد اخي مثلا دار الزوج. انت بتسال عن الفديه صح؟ لا ما الفديه. مثلا مريض السكر معروف مرض السكر يعني مش يعني في دار الزواج.
اها معي؟ انت عاوز تزوج مريض يعني انت؟ ايوه عندي السكر مثلا. عندك السكر؟ نعم. انت متزوج قبل كده ولا اول مره تتزوج؟ اول مره، وشاورت والدي قلت له اتزوج. وطيب المشكله وين؟ رفضوك يعني انت ولا؟ ايوه رفض الوالد رفض. اها اجرى ابو المره رفض يعني اللي انت عايزه؟ ابوي جاب ابوك رفض ليه؟ وقال ما الوقت تجري. قال لك انت مريض يعني؟ خلاص خلاص ابوك قد يكون قد سمع ان زول عنده سكري ما يقدر يسوي الشغلانه دي. انت سوق ابوك جنبك يا ابوك، انت اظنك سمعت الناس اللي عندهم سكري هنا يديك ما بيقدر عليه. لكن ابين لك يا ابوك انا ما شاء الله صحتي تمام. ايوه ما تشفى. اي بس نعم ان شاء الله. يا محمد سمعت كلام الشيخ؟ نعم. بس انت يعني يبدو انه هو مرات العادات يا شيخ لنا مشكله العادات. في ناس عندهم عادات يقول لك الزول عنده سكري ده بيتعب وبيجيه قلب وكذا. لكن ما اظن انه يعني حكايه السكري يعني. خليه يمشي ابوك ده برضه كمان يمشي معاك للدكتور عشان يقنعه يعني لو ما اقتنع بكلامك انت. احسن كمان برضه. يا محمد مقتنع بكلامك. لو ابوك ما اقتنع بكلامك خليه يمشي معاك للدكتور ويوريك انت طالما يعني انت حاسس انه ده تزوج افتكر انه ده فيها يعني من الدين يعني ذاته يعني. كويس يعني. شكرا لك يا محمد كتر خيرك. طيب احنا نرجع يا شيخنا، الناس اللي بيحسدوا ذيل اكيد الذنب عليهم كبير طبعا. يعني كيف الانسان يتجاوز المساله دي يعني؟ و اي ما في الحل ده، ما زي ما قلت لك انت شفت الشيء السمح عشان ما تحسدوا. قول ما شاء الله تبارك الله. يعني لو قلت ما شاء الله وتبارك الله خلاص خلاص اديتها عليك، بعدك عينك ما بتسر ولا هو عينه يسر فيك. سبحان الله. حتى لو شفت لك زول مشهور بانه يحسد الناس بالعين، ما هو الحسد نوعين. حسد بالقلب وحسد بالعين. حسد بالقلب تمني زوال النعمه عن الغير، ده حسد بتاع القلب. وفي حسد بالعين، بقلبه بعين، زي ما جاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق ويصحبها الشيطان وحسد ابن آدم. العين يعني إصابة العين حق ويصحبها الشيطان وحسد ابن آدم. يعني ذول لما عين لشي سمح كده بطن تفور عليه ويطلع من عينه رزاز يضر الشدة ومعاه الشيطان. العين حق ويصحبها الشيطان وحسد ابن آدم. يعني الحسد وبناء الشيطان يضر يعني شبير. زي السهام اللي بتطلع هاي ده كل حاجه يعني باراده ربنا. ربنا يكون ده كله مسيطر عليه. كما في الحديث الثاني العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني صبت العين حق بامر الله. اذا ربنا اراد ان زول ده عينه تاثر في زول ده ينضره، ربنا ما اراد ان ينضره. يجيب له 100 زول حاسد عينه حاره. قلنا له احسد اسحر الزول ده. لو ربنا ما اراد العين ما بتمشي. ربنا اراد العين تمشي. وطبعا الدنيا عشان كده دي طبعا اسباب ربنا له حكمه تقتضي ان تحصل الحاجات دي. زي ما خلق في شوكه العقرب دي خلق فيها السم. العقرب دي ماشي تضرب ويسب بني ادم الطويل العريض يضرب شوكته دي يقع في الواقع يا مات يا لحقنا علقنا. ايوه كذلك ربنا جعل في العين دي اشياء تطلع تضر الشده زي شوكه العقرب. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا اراد وربنا ادانا عشان كده ادانا برضه السلاح يكفي الشر العين. بس ما شاء الله تبارك الله. قال تعالى فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وعز وإلى آخر الآية. نعم. يبقى هنا ده تقول ما شاء الله تبارك كده خلاص العلاج خلاص. عملت الوزنة تمام لهذه المعادلة. طيب معنا تلفون من الشمالية تقريبا. إيناس ملاذ مرحب. مرحب يا ملاذ. الله يسلمك كيفكم تمام؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال شيخنا. أنا عندنا أبوي توفى هسي في شهر 3. أخوك ولا أبوك؟ أبوي. أبوك يا. وعندنا اخوي عنده 23 سنه هو ياهو كاتب البيت. ايوه. اه الزكاه حتكون كيف؟ الزكاه ولا شنو؟ هاي زكاه الفطر حتكون عليه والله. اخوكم انت هو بكفلكم يعني؟ اخوكم كافلكم في البيت يعني هو المسؤول منكم وكذا؟ اخوي هو المسؤول مننا، هاي عمره 23 سنه لكن هو طلع من المدرسه ومسؤول مننا هو. اها. انتوا ما شغالين كلهم بعدين يعني كبنات ولا شنو؟ نحن لا لا عند اخوي واحد يقدر في الجامعه ونحن الاثنين، لكن انا متزوجه. ايوه انت متزوجه وبرضه مسؤول منك، برضه هو اللي بيعيشك يعني ولا زوجك؟ لا لا هو زوجي لكن انا قاعده معاهم. هو زوجي ما فيش. زوجك ما فيه؟ قاعده معاهم في البيت. زوجك ما فيه؟ اي
بيصرف عليك زي... زوجك بيصرف عليك ولا ما بيصرف عليك؟ بيرسل لك المصاريف يعني؟ لا انا قاعد يصرف عليك زوجك. طيب معناها بقى اخوك واختك الاثنين مع بعض هم اخوي واخته وامي وامك. خلاص وصلت الرساله. والسؤال الثاني دايرين رقم الشغل عندنا حاجه كده خاصه دايرين نكلمه فيها. ده ما سؤال طبعا ده استفسار لكن نحوله لاختنا فاطمه الشاذر هي المنتجه للبرنامج ان شاء الله خليك معها تديك الرقم ان شاء الله رقم الشيخ. طيب ابوها موجود قاعد ابوها ابوها توفى واخوهن هو بيشتغل هو بيشتغل وبيعول بيعول الاسره، الاسره فيها امها واختها، هي طبعا مزوجه ولكن قاعده معاهم في البيت. قاعده معاهم في البيت. زوجها بيرسل لها مصاريف. في الحاله دي الاخ ده يطلع زكاة نفسه زكاة امه واخته. ما اخته ما واجب عليه. اخته الثانيه قاعده. اخته المزوجه ولا العزمه ما عليهم زكاة فطرتها. بالله. الا كان تكرم من عنده. الواجب عليه طلع زكاته حقته وما متزوج، طلع زكاته زكاة امه. وزكاة امه دي ممكن يديها لاخته دي. اخت الفتاة اللي ما متزوجة دي. لانه ما واجب عليه ينفق عليها. يديها زكاته زكاة امه لانه ما واجب عليه. اما اخت المتزوجة يطلع زكاة زوجها. ما متزوجة طلعت من عصمتها البيت. يطلع زكاة زوجها. لكن زكاة امه دي يديها لبيتها؟ زكاته هو يدي لامه. اي لكن زكاتهم لانه امه ما تطلع الزكاه. معناته حقه امه يديها لاخته. حقته وحقته. الاثنين يعني. ايوه صحيح امه لا يطلع زكاته هو يديها لاخته. اما زكاه امه دي لزولتان. لزولتان. اما البال من الزوجه زكاته وهي ولاده على زوجها. ان شاء الله وضح لك يا ام يا ملاذ. واضحة انت وزوجك بطريقتكم طبعا زوجك بيرسل لك طلع زكاتك هي ممكن تدي زكاتها لاخوتها بنك ولا تدي لاخوتها الفتاة دي نعم نعم هو يدي زكاته لاخته وما يطلع اخته ما يطلع لها زكاة اللي ما واجب عليه نفقتها. طيب الكلام زي ما قالوا يا شيخنا جاب الكلام في واحد بيسال عن او هي بتسال قالت انا وحيدة في البيت واخوان ما شاء الله كتار لكن بيلزموها بالخدمه يعني الغسيل بتعبها تعب شديد خلاص، هل المساله بتاع خدمه الاخوان دي واجب ولا اخوانيه ساكت ولا شنو ولا كده؟ من مكارم الاخلاق يعني مكارم الاخلاق انها تساعد اخوانها تلت غسلهم جلاليب وتكويها لي ونزا فاضي ما عندنا كمان الاخوان يعبوا كل الشغل عليها طبيخ ونظافه البيت وغسيل ومكوى ده كله ما بيجي خالف رجله على رجل راقي دخل تغسل له وتكوي له وجناه ما بيجي حتى الزوج خلي اللخو اللخو الزوج برضه في البيت ما يخلي الشغل كله لزوجه تساعده يا إما تجيب لها خدامة تساعده ما عنده إمكانية تجيب لها خدامة يساعده في شغل البيت تغسل هدوم برا ويكوي هدوم برا اي وكمان ممكن يمسك لها الاولاد عشان تسوي التبيح الاولاد الصغار يلعبون يجيب المحبه سنة. بين الناس اي انت ما واجبه يعني ما تطوع منه واجبه يساعده بخدمه البيت نعم نعم هاي. نعم في كثير حقيقه من الشباب نحن شايفين انهم يعني تلقاهم يلعبوا كشتين وبرا والاخوات هنا تعبانات في النظافه وكذا وهذه مساله يعني فعلا فيها مشكله لكن هي طالما الناس مع بعض في البيت ونفوسهم طيبه يساعدوا بعض يساعدوا بعض ايوه طيب نحن حقيقه في الملاحظات المهمه جدا يا شيخنا وجاي العيد الاجازه تكون طويله بنلاحظ الناس بينشغلوا بالتلفونات دي انشغال شديد خلاص ومرات بتكون فيها كلام يعني حده ويقطعوا في ناس وغيبه ونميمه واحيانا في ناس بتشاكلوا عديل في التلفونات دي يعني بيسيئوا لبعض التلفونات دي نعمه من الله ربنا سخر لنا قال تعالى الم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة التلفون ده نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة جهاز فيه أرقام أنا بدوسة بتكلم معزول في أقصى بلاد الدنيا في اليابان في كندا أي في استراليا الكلام ده مش كيف أيوة. في نفس اللحظه يكلموا كلام يتونس مع المفروض يستفيد منها ده ما عظه وعبره الكلام ده وصل كيف دلاله على عظمه ربنا وقدره وسعه علمه لكن هالكلمات دي ما بناخذ العظه بيننا نسخر الكلام ده في فتنه الناس وضرر الناس فالناس بيفتنوا ناس كثير يتبع عيوب الناس بالتليفون وده ضيع وقت يعني يتحدثوا بها ويتهموا ناس ابرياء ويصدق زول يكذب زول وحاجات كده التليفون دي نعمه وربنا بيسالنا منه لتسالن يومئذ عن النعيم
دي نعمل نعمه دي دي شكرا. انت رفعت التلفون تكلمت مع اخوك في اقصى بلاد الدنيا سلمت عليه وقضى عليك شغلك. الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرمين. المفروض كده نعمه، لكن احنا غافلين عن شكره وغافلين عن الضرر حقه. اي في ناس كثيرين فتنوا الناس بالتلفونات دي. وبعدين في ناس تلقى طول النهار قاعد يشخد. وين قراءتك للقران؟ وين تسبيحك؟ وين تحميدك؟ وين ده؟ نعم جزاك الله خير شيخنا الجليل. نحن حقيقه في ختام هذه الحلقه لانك تدينا دعاك ان شاء الله ربنا يتقبل من هذا الصيام في ختام هذا الشهر الكريم. وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنا وارحمنا ارحم الراحمين. اللهم احفظ السودان وفق الحكام للعمل على خدمه الوطن والدين رب العالمين. ابعد عنهم الشقاق والخلاف يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ السودان من الفتن الظاهر والباطن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصيام عتق لجميع الصائمين رب العالمين. عيد علينا عيد الفطر المبارك على شعب السودان وعلى الأمة الإسلامية بالعزة والرفع والأمن والأمان والسخاء والتمسك بالدين رب العالمين. جزاك الله خير شيخ. وثاني خاصة لإخواننا في غنة الشروق ربنا يوفقهم يسدد خطاهم جميعا إن شاء الله. جزاك الله ألف خير شيخنا الجليل وتحياتنا لك. نحن حقيقة سعدنا سعادة كبيرة والله بوجودك معنا في هذا البرنامج، وكنت يعني خير يا أنيس لكل المشاهدين عبر هذه القناة. نتمنى إنه ربنا يطول لنا في عمرك ويديك الصحة والعافية إن شاء الله. نلتقي بكم مشاهدينا دائما في ساعات الخير والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى في خواتيم هذا الشهر الفضيل. ربنا تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.